فقرتنا دلوقتي اكيد كلامها هيكون على الكوره والحديث بقى عن الاهلي وطبعا الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا، وعندنا كمان ثقه طبعا خلينا نقول في فريقنا ان شاء الله ان هو يحقق كل الالقاب. ده الامل او ده اللي احنا بنامله كجماهير اهلاويه. كلام كتير على كل حال، خلينا بس في البدايه نرحب بالاستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورنا يا فندم. اهلا بيك، ربنا يخليك يا فندم. شكرا. طيب تعالى نبتدي الكلام برؤيتك للماتش الاخراني للنادي الاهلي امام ميدياما، والى اي درجه فكره الانتصارات القاريه ممكن تبقى بتساعد وبتشكل حافز اضافي عند اللعيبه لما يرجعوا تاني للمنافسات المحليه زي مثلا الاهلي وماتش بكره مع سموحه؟ طبعا يعني هو اكيد كان النادي الاهلي محتاج يفوز على ميدياما، مش عشان بس ان هو محتاج الثلاث نقط ويكمل مشواره ان شاء الله نحو الاحتفاظ باللقب، لكن كمان عشان خاطر انه الاهلي اخر اربع ماتشات في افريقيا بطوله الدوري الافريقي، ماتشين كانوا قدام سيمبا وماتشين قدام سان داونز، ما حققش الاهلي فيهم الفوز، وبالتالي ده كان يعني رقم او معادله صعبه على جمهور النادي الاهلي اللي هو كان مستني ان الفريق يرجع للانتصارات. كمان كان سبق الماتشين دول كان في ماتش بتاع الجونه في الدوري قبل توقف البطوله، يعني كان الاهلي تعادل فيه، وبالتالي كان الاهلي في حاجه شديده الى هذا الانتصار. حقق الفوز النادي الاهلي على ميدياما يعني ما جاش بالصدفه، بالعكس كان الفريق خاصه في الشوط الثاني بعض التغييرات اللي عملها مارسيل كولر الحقيقه اضفت قوه على الفريق وعلى الخطه. النادي الاهلي طبعا كان له افضليه رغم تصريحات بتاع مدرب ميدياما اللي هو كان اتكلم قبل المباراه وقال انه كان عنده ثقه مفرطه انه لن يخرج او لن يهزم في القاهره. بجد يعني والله العظيم ما اصل كل حاجه بالمنطق يا جماعه. يعني ايه يعني ايه؟ معلش ما احترامي والله، يعني ايه فريق ميدياما المدير الفني بتاعه كان طالع يتكلم منافسه مع النادي الاهلي ان انا في حته وانت في حته انك هتفوز عليا؟ يعني ده يعني قام هو بيبقى يعني. لا لا في ناس لا اصل بجد لا منطق يعني. لا ما لا هو طبعا بيعتبر هو حقه ده بس طبعا بس حقه المشروع. يعني لما تتكلم اتكلم بمنطق. هو بيعتبر ان ده نوع من الحرب النفسيه يعني نفسية طبعا. ما هو وهو الحقيقه وفاهم ان ده حافز للعيب بالظبط. هو الراجل كان صريح قال ايه؟ لا ما هو الراجل اتفك في كلمتين في النقطه. سيب الراجل يعرف على فكره لا يعني لا 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 ما انا اقول لك على حاجه، هو ده هو بيعتبره نوع من الحرب النفسيه ده اولا. ثانيا هو ارتكن او اعتمد على فكره انه النادي الاهلي لم يحقق الانتصار في اخر اربع مواجهات افريقيه. شوف احنا بقى اللي جبنا ده لنفسنا، معلش معلش بس ده طبيعي. احنا جرأنا والله العظيم بتكلم بجد. انت اللي تجرئ المنافس من الاداء السيء بتاعك الى حد ما، بس احنا ما كانش اداءنا سيء، بس لو ادائك وصل ان هو مثلا في مستوى فني غير لائق، ان المنافس بتاعك يبدا يبقى عنده حلم ان هو هيعديك مع الجاب الكبيره فايز. اللي بينكم والاهلي رد عمل اهو. ما الاهلي رد عملي يعني رد عملي لدرجه ان هو بعد المؤتمر اعترف وقال ان احنا بنلعب اقوى واكبر واعرق فريق في افريقيا، والراجل اتكلم بشكل ايجابي جدا عن النادي الاهلي. لكن عموما التصريحات دي بتبقى تصريحات في المؤتمر الثاني اللي بعد اللقاء ان يقول ما معناه يعني سامحوني على الكلمتين اللي يعني ده اللي كان معلش انا اتجرأت او غلطت فيعني عدوها لي لكن ده خدني لكن ده على فكره ده طبيعي. وعلى فكره حتى رئيس النادي نفسه كان بيتكلم يعني رئيس نادي ميدياما انه فريقه يعني لسه وليد العهد. طيب ايه بقى من 10 سنين بس ان هم ما عندهمش قاعده جماهيريه لكن احنا اللي يهمنا من القصه دي انه النادي الاهلي نزل المباراه عشان خاطر ياخد يحقق الهدف منه وهو الثلاث نقاط، وده حصل فعلا. يعني اعتقد انه النادي الاهلي كان زي ما قلت من شويه له افضليه في الشوط الثاني، وقدرت التغييرات اللي عملها مارسيل كولر ان هي تعمل فاعليه كبيره على او في الشق الهجومي يعني. طب بقيه المشوار بقى الافريقي للنادي الاهلي، لان طبعا التقايل جايين لسه قدام يعني اللي فات ده كله مش هنتكلم فيه، يعني الشغل المظبوط هنبتدي بقى نتكلم فيه الفتره اللي جايه. شايف وتوقعاتك ايه المشوار النادي الاهلي في النسخه دي؟ طبعا يعني انت لسه عندك دور المجموعات، معانا ميدياما ومعانا شباب بوليسداد ومعانا يانج افريكانز، والنادي الاهلي الحقيقه في اسبوع واحد بيلعب ثلاث ماتشات منهم ماتش هو بيضطر يسافر بره، يعني لعب السبت مع ميدياما هنا، بكره مع سموحه في الدوري، وهيسافر المفروض يوم الاربعاء الى تنزانيا عشان خاطر يلعب السبت الجاي. يعني حضرتك بتكلم في اسبوع واحد النادي الاهلي بيلعب ثلاث مباريات منهم مباراه خارج الارض، وده الحقيقه بيعمل نوع من الارهاق. لكن النادي الاهلي يعني دايما يعني في مفارقه كده كويسه انه النادي الاهلي لما بيحقق الفوز في اول جوله او اول مباراه او اول جوله في دور المجموعات وصل من القصه دي يعني تاريخيا ان هو قدر يفوز باللقب
ثلاث مرات يا مساهم. يعني اول في اول انتصار في اول جوله بياخد النادي الاهلي اللي عليها بشره خير، بشره خير يعني. لكن طبعا المشوار ليس سهلا اكيد، لان انت هنا بتلعب يعني النادي الاهلي قدره ان هو بيلعب مونديال انديه وبيلعب السوبر انا رايي ما تعدش هياخد وقت المصري والله، وبيلعب دوري وبيلعب كاس وكده، فكل ده بيعمل عبء على اللعيبه وبيبقى عبء على الجهاز الفني. لكن وغير كده بصراحه زي ما حضرتك قلت من شويه ان كل فريق في افريقيا طبعا عنده طموح مشروع، وانا النهارده معلش يعني اللي يمنعني ان انا مثلا اكسب الاهلي، او اللي يمنعني ان انا كمدرب ان انا اقول ان انا عايز اكسب الاهلي، ما ده طبيعي. لكن العبره بتبقى بالتنفيذ، مش اللي هو مباراه دي في جبنة يعني. طبعا احنا الدوري الافريقي عشان نتكلم بصراحه، ماتشين سيمبا النادي الاهلي لم يفز فيهم، صن داونز خسرنا هناك وتعادلنا هنا، وبالتالي انت بقى عندك انديه مش انت واحده لك في الساحه يعني. حتى انا بقول ده حتى في الدوري المصري كان زمان النادي الاهلي يعني صحيح. دلوقتي في انديه بتطلع تنافس وفي انديه عندها لعيبه كويسه، في انديه كمان بتدفع فلوس كويسه، فما بقتش وحدك انت موجود في الساحه. لكن عموما النادي الاهلي تاريخيا وقاعده القاعده الجماهيريه الحقيقه والاستقرار الفني والاستقرار الاداري ودعم الجمهور بشكل متواصل للعيبه، اعتقد ان دي عوامل في الاخر هي اللي بيكون ليها مفعول السحر على الفريق، ودي اللي بتكون او اللي بتشكل الجزء الاكبر من الانتصارات ومن البطولات، مش الفكره بقى، مش الفكره في الاداء بس يعني. طبعا صحيح مليون في المية. طب مسيو رمضان انا عندي سؤال فضل يعني، اتكلمنا في النقطه دي امبارح مع كابتن فتحي نصير، وعايز اعرف وجهه نظرك برضو طبعا حكم اطلاعك وشغلك. بنيجي دايما نتكلم ان بعد خروجك من موسم قوي واستثنائي زي الموسم الماضي تلاقي ان في مشكله واجهها تحديدا الاهلي، وهي فقدان الشغف. مش شرط تحصل لكن حصلت، خلينا نبقى برضو صراحه، حصلت معانا بدليل ان انت بتلعب وبتلعب مع فرق يعني فنيا بعيده عنك جدا، لكن ما بنشوفش الشراسه في الاداء يعني. ممكن تكون بتحقق فوز، بس بتحقق فوز شويه بطلوع الروح، او بتحقق فوز بطيء. فهل ده سببه فعلا الفقدان للشغف؟ ولو هنقول ان ده سبب، مين هو المسؤول، اللعيبه ولا المدير الفني ان هو لازم يعيد الشغف ويعيد الدوافع مره ثانيه ويجددها يعني؟ خلينا نفهم منك. لا، المسؤول الشخصيه المصريه يعني. حضرتك لو بتشتغلي في مكان المينتاليتي يعني، لو حضرتك بتشتغلي في مكان فجاء مثلا مديرك او الناس النهارده هايل وبكره كويس بعد بكره تاكد ان انت هتلاقي نفسك خلاص، انا الناس عايزه مني ايه، انا كده عملت اللي عليا والناس شايفاني ان انا كويس، فابدا اريح. هو ده الحقيقه شايف ان انا اللي انا بقوله ده مرتبط بالعقليه نفسها. غير كده يعني دي موجوده عندنا في مصر بس يعني، انا بشتغل مش عشان انا لسه عندي هدف، انا بشتغل عشان الناس. انا النهارده لعيب كوره خدت خمس، مش معقول الناس كلها كده، خدت خمس بطولات. ما هو ده اللي اتكلم عنه مارسيل كولر، والراجل كان صريح في القصه دي انه يعني اكيد الاجانب حساباتهم وتفكيرهم غيرنا، ده ممكن امر جدا، ده امر يعني مفروغ منه. والراجل اتكلم في القصه دي مع بدايه الدوري، قال ان انا اللعيبه جالها نوع من التشبع، فكره انه انا خلاص كلاعب كوره خدت خمس بطولات مع النادي الاهلي بما فيهم افضل البطوله القاريه لدوري الابطال اللي هي كريمه البطولات زي ما بيقولوا، وبالتالي انا الجمهور محتاج مني ايه، فابدا يبقى في نوع من اللي هو الاستسلام. قصاد الاستسلام ده بيواجهوا المنافسين اللي هم الحقيقه، وعلى فكره ما هو المستويات في الدوري المصري طبعا النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه والزمالك لعيبه كويسه وبيراميدز، لكن في الاخر المستويات والمواهب ما هياش يعني مش كتير، والمستويات كلها قريبه لبعض على فكره يعني، مش فعشان كده مثلا الجونه لما الاهلي لعبوا في الجونه في التوقف يعني طبعا في فروق بدنيه وفروق خبرات وفروق كذا كذا، لكن في الاخر داخل ارض الملعب ما بتبقاش الفروق يعني ملموسه قوي او ما بتبقاش ملموسه قوي، لانه زي ما قلت فرق عندها طموح مشروع، مدربين بتقرا افكار مارسيل كولر، مدربين بتقرا خطط النادي الاهلي، وده طبيعي، وكل مدرب بيشتغل على الخصم بتاعه يعني. من نفس المنطلق بقى ما تيجي نبص بصه كده على سموحه وماتشنا معاهم بكره ان شاء الله، وسموحه عندهم فريق يعني كويس تحت قياده كابتن احمد سامي، فانت شايف ان يعني ممكن سير المباراه بكره يكون ماشي ازاي؟ وبرده عايز اعرف منك هل سموحه هيكون عندهم اي غيابات مؤثره ممكن تبقى النقطه لصالح النادي الاهلي؟ هو طبعا يعني ماتشات الاهلي مع سموحه بيبقى فيها نوع من يعني ما بتبقاش ماتشات سهله يعني، وخاصه احمد سامي مدرب متمرس وبيعرف من المدربين اللي بتعرف تذاكر النادي الاهلي كويس. سموحه مركز ال 12 عنده 8 نقاط، 2 2 2 خسر 2 اتعادل 2 وفاز
مباراتين عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي متصدر الدوري وفاز باربعه وعنده مباراه مؤجله مع بلديه المحله، لكن الحقيقه سموحه عنده طبعا عناصر كويسه، عنده حد زي فادي فريد لعيب كويس، عنده حسام حسن اللي كان موجود مع النادي الاهلي، عنده اكتر من حد، لكن في الاخر الانديه الكبيره كتاب مفتوح لكل منافسيها. صحيح طبعا. يعني الانديه الكبيره طبعا ما هياش حاجه كده مبهمه يعني. مبهمه بالظبط. اي مدرب طبعا عارف ان مارسيل كولر بيلعب بالناحيه اليمين كذا، بالناحيه الشمال، او الخطه العامه، او ايه اللعيبه. يعني النهارده حضرتك لما تسال مثلا احمد سامي قبل المباراه باكتر من 24 ساعه، فتقول له مثلا مارسيل كولر مين التسعه او العشره اللي ممكن اللي هيلعبوا بكره في النادي الاهلي، يقول لك فلان وفلان. خلاص هو الراجل بقى الموضوع يعني الموضوع اوبن مفتوح ليه كل المدربين ومقروء والقصه دي. لكن النادي الاهلي عايز ايه من ماتش بكره؟ عايز ان هو ياخد الثلاث نقاط. النادي الاهلي هناك تفكير من مارسيل كولر انه يعمل بعض التغييرات، يعني مثلا ممكن تلاقي بكره الراجل اكرم توفيق مكان محمد هاني عشان يجهز اكرم لماتش يانج افريكان، ممكن تلاقي بيرسي تاو بكره مكان كريم فؤاد، وده مرجح بشكل كبير. يعني مارسيل كولر بيحاول يعمل روتيشن او حركه تغييرات في الحدود. على فكره احد اسباب انه مستوى او اداء النادي الاهلي لم يكن مرضيا للناس كتير، يعني انه مارسيل كولر بدا الموسم اللي فات بثبات تشكيل ولعب بيه بشكل كبير. لما كنا فاكرين كان في الراجل كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات، ده كان المثلث الهجوم اللي بيلعب بيه مارسيل كولر اغلب المباريات. الوضع دلوقتي اختلف لانه في كهربا موقوف هيغيب ماتش سموحه الماتش السادس وهيرجع قدام زد، وبيرسي تاو ممكن احيانا ما يبقاش في مستواه، وحسين الشحات قبل كده تعرض ليه بتاع. فبتحصل ظروف قدام المدرب بتخليه يعمل بعض التغييرات الاضطراريه اللي هو مجبر عليها. لكن الاهلي اكيد مباراه بكره مباراه ليست سهله، لان زي ما قلت المنافس عنده طموح. وعلى فكره موضوع استاد القاهره يعني عمل برجله للراجل، يعني استاد السلام مرسل كره بشكل واضح وصريح مش يعني مش من اولوياته. لكن ملعب المقاولين كمان الراجل شايف ان هو قريب لاستاد القاهره لكن ليس استاد القاهره، وبالتالي برضو دي نقطه بتخلي او مش عايز اقول بتعيق حتى لو بنسبه بسيطه عمل المدرب وعمل الفريق ككل يعني. لكن في الاخر العب بالوضع الراهن او تاقلم على الوضع الراهن او الوضع المؤقت يعني. كلام جميل. احنا للاسف الوقت بيجري عشان لازم نطلع فاصل. لا مش ما تخافش ما خلصتش الحلقه. حس اتوتر مش للدرجات. لا لا بيجري بس للدرجات. لا ما نعرفش ارتباط الهواء. لا 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 احنا عندنا فاصل وراجعين. طيب اوكي. راجعين تاني لان لسه عندنا عايزين نتكلم شويه عن الدوريات الاوروبيه. انا حابه قوي ان انا برضو اشوف انا فين. انا بعيد اهو، انا بقول انا بعيد بس بس لما اجي اتكلم برضو انا فين من الدوريات ومن الكره العالميه تحديدا. وانا هتكلم عن اللي كان معانا خبر عن الدوري الانجليزي، كنا بنقارن شويه بنقول بص دول عندهم اكتر من فريق دلوقتي ابتدى ان هو ينافس بشده لمانشستر سيتي وليفربول وغيره، عندك زي استون فيلا السنه اللي فاتت كان ارسنال، ففي قوه في الدوري في تطوير. احنا عندنا كنا بنامل ذلك برضو في الدوري المصري مع التطوير اللي حصل وكم الصفقات كمان السنه اللي فاتت الموسم الماضي قلنا هياتي ثماره. وعلى فكره انا برضو اعتقد ان الموسم ده الدنيا فيه مش سيئه، انت عندك فرق صعدت للدوري الممتاز، برضو انا بشوف ان ده كومبيتيشن بتعمله جيد جدا، بيفيد بعد كده ربما للمنتخب، بيدي برضو اثاره الى حد ما حتى وان كانوا هم فرق شركات شويه، لكن برضو انت بتعمل دم جديد خلينا نقولها بهذا الشكل. على كل حال هنروح فاصل ونرجع للنقطه دي ونتكلم بقى فيها باستفاضه بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه. ويمكن احنا في الفاصل جاوبنا على السؤال بس نجاوب عليه برضو حتى فرصه نعرف الناس. يعني القصه كلها ان السؤال ربما كده في شكله يبان غريب، يعني هو احنا بنقارن نفسنا بالدوري الانجليزي او الدوريات المختلفه؟ ده مش المقصود، اكيد في فوارق فنيه بعيده جدا. انا بقارن نفسي بالتطوير اللي حاصل عندي على الارض في الدوري الممتاز بتاعي، لان انا شفت فرق صعدت، شفت في فرق بتعمل تجديد في الدم في الصفقات في اللعب في الفكر، حتى شفنا اسماء لمديرين فنيين على فكره محليين رائعين جدا وشباب واصبحوا كمان مؤثرين في الكره المصريه، بيروحوا بيتولوا مهام بعض الفرق اللي هي هنقول جماهيريه ولكن كان ليها باع في فترة ما سابقة أعادوها بمحاولات في بعض الماتشات. يعني عندك مباريات كانت مثلا أنا مش هقول يعني مش عايز أجيب نادي بعينه، بس أنت عندك مثلا أسوان كسب الزمالك قبل كده، يعني عندك فرق قدرت إن هي تكسب منافسين توب في مصر مثلا في الرانكينجز. فخلينا نروح لده.
طيب يعني المقارنه ما بين هنا وما بين خلاص هسحبها اوروبا يعني اهي، ولا بنتكلم على خلاص سحبتها والله، بنتكلم على حاجات محليه اللي حاصل يعني. انا اديت مثال مع الفوارق الدوري الانجليزي، ما اصبحش هناك تنافس على الثلاثه التوب، لا لقيت فرق ثانيه بتنافس عندنا. على فكره نفس القصه طبعًا. احنا كان في موسم كبير بتكلم اهلي زمالك بيراميدز، لا دلوقتي بالعكس طيب في تنافسيه. طيب انا كده السؤال وصل، السؤال وصلني خلاص بقى وصل خلاص. طيب طبعا الانديه الفكره في انه هو اسوان يكسب الزمالك، فمعنى كده انه اسوان هياخد الدوري او ينافس؟ لا، الجونه تعادل مع النادي الاهلي. الفكره نفسها الاستمراريه والنفس الطويل دي لها شروط. شرط انه فريق بيبقى مدجج او عنده خبرات كبيره، لعيبه كبيره، فريق عنده لعيبه عندها فوارق فنيه اعلى، عنده استقرار مالي، وده اهم حاجه، الاستقرار المالي. يعني اسوان كسب الزمالك، لكن الزمالك بكل يعني المشاكل الموجوده دلوقتي والازمات، ولا في الاخر ماديا ما فيش يعني ما فيش مقارنه مع اسوان، تمام؟ فهي الفكره كلها في انه الاستمراريه، الانديه دي هتكمل ولا لا؟ عشان مثلا كده نقول ايه، بطوله النفس الطويل، تلاقي مثلا فريق يتجرأ على فرق الكبيره ويكسبها او يتعادل معاها، فتبدا الناس تقول على فكره الاهلي السنه دي مش هياخد الدوري. يا سيدي في حاجه اسمها لسه 33 اسبوع او لسه 30 اسبوع، والفريق اللي هو الفريق الرهان كله على الاستمراريه، مين يكمل؟ لكن طبعا الانديه صغيره، يعني مثلا الانديه الشعبيه واحده واحده في عمليه اندثار ليها طبعًا. بشكل طبعًا. متعمد وغريب بصراحه. طبعا الانديه الشعبيه اللي هي بقى يعني فاكهه الكره المصريه واللي الناس اتربت عليها، وده طبعا بسبب انه انديه شركات بتيجي بتضخ فلوس فبتجيب لعيبه، والناحيه الثانيه ما فيش خالص، يعني الامور بالنسبه لهم صعبه، فالانديه دي بتبدا تنزل درجه لدرجه ادنى لدرجه ادنى لحد ما تختفي خالص. احنا معاك ملف مليان تفاصيل وللاسف محتاجه وقت اطول. لا ما هو الموضوع ده صعب قوي، بس ان شاء الله للحديث بقيه وتنورنا كمان مره للحقيقه، يعني عندنا حاجات كتير نتكلم فيها ولا سيما عن كره القدم المصريه. نورتنا، يسعدني وشرفني، ربنا يخليك. نورتنا يا استاذ رمضان بجد، وان شاء الله للحديث بقيه. شكرا شكرا جزيلا. شوف حضراتكم بكره ان شاء الله، وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.